ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عالم. وده ايه ده يا نحنوح؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا. انا مش عارفني، انا التوت مني، انا مش انا. انا مش عايز دوشه، ابات بره ابات جوه، دي حاجه تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانه وبراحتي. محدش عنده ضحكه يا سلف. أداري أمي مالها صوت في البيت. صوت مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال احفظوا الزومات، خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من على السور يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. ايه يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هتبعها. تبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وط ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟
بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطلي، ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة، عشان أنا راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم آخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه. إنما المرة دي ده كلب متأجر. أنا؟ إيه الغباوة دي يا زوز؟ مطلي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ انت برضه مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها، ودي فيها إعدام. إيه؟ مش عارف تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من إيه؟ أبصلي، خايف من إيه؟ في إيه تخاف منه أكتر من الإعدام؟ ما ترد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ معرفش. والنبي ما انا سايقه والله بحبه، والنبي ما انا سايقه والله بحبه. طب هو ده باينه صحيح؟ الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح؟ الله يلا وين الشعب ادينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله، اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، امرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش.
اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمه. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاود بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. هو المكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح الاصل غالب، وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحيه دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل وننتبه لنقمه عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحه يلبس لها باروكه. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل إمبارح ده مش هيعدي بالساهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاصة ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدرة ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في المبال ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز قوم يا افندينا. يا مؤاخذة يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟